السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني بعد ما درنا الفيديو اللي خدينا فيه الرونديفو ديال البطاقه الوطنيه، اليوم غنحاولوا نشوفوا شنو الوثائق اللي غادي نحتاجوا باش نصيبوا البطاقه الوطنيه. وقبل ما نبداو الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تخلوا لنا على سبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونكملوا الفيديو ديالنا. شنو الوثائق اللي نحتاج باش نقاد البطاقه الوطنيه؟ باش نقاد البطاقه الوطنيه ديالي كاينين جوج ديال الحالات. اول حاله عندنا هي طلب البطاقه لاول مره، يعني واحد يلاه اول مره بغى يدير البطاقه الوطنيه ديالو. وبالنسبه للناس اللي اول مره بغاو يديروا البطاقه الوطنيه، راه ولات دابا الا كان عندك 16 عام راه ولات الزامي عليك، كانت قبل 18 دابا ولات من 16 عام خصك ضروري انك تصيبها. وبالنسبه للحاله الثانيه هي طلب تجديد البطاقه الوطنيه، اي انه كنت صايب شي البطاقه الوطنيه شحال هذه لكن تودرات لك، او ان الوقت ديالها وفى يعني سال ليها الوقت ديالها، او بدلتي شي معلومات بحال مثلا كنتي ساكن في هذه المدينه وليتي في مدينه اخرى، يعني بدلتي العنوان ديالك، ديك الساعه ممكن دير طلب ديال تجديد البطاقه الوطنيه. نحاول نبداو باول وحدين اللي هما اللي غيديروا البطاقه الوطنيه لاول مره. شنو الوثائق اللي غيحتاجوا؟ اول ورقه اللي غيخصهم هي شهاده الاقامه، هي اللي كنقولوا لها حنايا شهاده السكنه. هاد شهاده السكنه منين ممكن انني ناخذها؟ ممكن ناخذها من المصالح الامن الوطني، يعني نمشي ناخذها عند البوليس، هادو بالنسبه للناس اللي كاينين في المدينه. اما بالنسبه للناس اللي كاينين في القرى او المدن الصغار اللي كيكونوا تابعين للدرك الملكي يعني الجندار، هما عند من غياخذوا شهاده السكنه. اما بالنسبه للناس اللي خارج المغرب، يعني اللي ما ساكنينش في المغرب يعني في الجاليه اللي برا، تما عندهم الحق انهم يصيبوا البطاقه الوطنيه، ولكن ما كياخذوهاش لا من عند البوليس لا من عند الدارك الملكي، ولكن كياخذوها من القنصليه اللي كتسمى شهاده التسجيل القنصلي. يعني انت اول ورقه غتحتاج دابا هي شهاده الاقامه او شهاده السكن اللي كنقولوا لها. كنتي كما قلنا في المدينه غتمشي تاخذها من عند البوليس، كنتي في القرى يعني غتمشي تاخذها عند الجندار. هادو بالنسبه للناس اللي في المغرب. بالنسبه للناس اللي كاينين خارج المغرب غياخذوا من عند القنصليه، غيمشيو يعني ياخذوا عندهم شهاده التسجيل القنصلي. يعني هذه هي اول وثيقه غيخصك تاخذها. بالنسبه كيفاش غناخذوا هذه الشهاده، غنخليها لكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش انني ندفع لهاد شهاده الاقامه، حيت هي عندها اجراءات او اوراق ديالها. مهم نتوما اللي غتحتاجوا في البطاقه الوطنيه هي شهاده السكنه، يعني تكون عندكم في الملف ديالكم. ندوزو لثاني حاجه. ثاني حاجه هما الصور، غيخصك 4 ديال التصاور. هاد التصاور خصهم يكونوا متشابهه، يعني ماشي تجيب ليهم تصويره مثلا لابس صفر وتصويره لابس الاحمر، يعني التصاور يكونوا يلاه تصورتيهم ما فايتاش 3 شهور يكونوا بحال بحال متشابهين. وكما كتشوفوا كتبان لكم حتى الخلفيه خصها تكون فاتحه اللون، يعني الخلفيه اللي غتكون وراك سواء حيط سواء اي حاجه وراك خصها تكون اما بالجري يعني الرمادي خفيف، او تكون بالزرق او الشيبي خفيف، ويكون الحجم ديالها كما كتشوفوا هنا 4.5 على 3.5 سنتيمتر. بالنسبه لهذا الشيء ما تصدعوش راسكم، يعني غتمشيو غير عند اللابو او المصور اللي كاين في الحي ديالكم وتقولوا ليه صايب لينا تصاور ديال لا كارت ناسيونال او البطاقه الوطنيه، راه هو عارف شنو غيدير. غير نتوما حاولوا انكم تاكدوا ان الخلفيه تكون اما رماديه خفيف يعني رمادي خفيف، اما تكون بالشيبي او كما كنقولوا ليه زرق خفيف. ورا المصور كما قلت لكم راه عارف، يعني هذه هي ثاني حاجه غتحتاجوها، قلنا شهاده السكنه و 4 تصاور. ندوزو لشنو غيخصنا عاوتاني. هنا كما كتشوفوا غيخصونا واجبات ديال التامبر، يعني غنحاولوا نخلصوا ليهم فين غنمشيو عند ندفعوا الملف ديالنا، نحاول نخلصوا واحد الثمن ديال 75 درهم بالنسبه للناس اللي كثر من 12 عام. اما بالنسبه اللي قل من 12 عام حيت هما ولا عندهم ممكن انهم يصيبوا البطاقه الوطنيه، يعني هما ماشي ضروري عليهم، اللي قلنا ضروري انهم يصيبوا البطاقه الوطنيه هما من 16 عام للفوق. اما بالنسبه ل 12 عام ممكن تما يصيبوها، يعني حتى اقل من 12 عام ممكن يصيبوا البطاقه الوطنيه ديالهم، وتما كيخلصوا واحد الثمن ديال 50 درهم. يعني من اقل من 12 عام كيخلصوا 50 درهم، من 12 عام للفوق كيخلصوا 75 درهم. نمشيو دابا لرابع حاجه اللي ضروري خصكم تركزوا معايا. هنا غيخصكم عقد الازدياد. هنا كاتبين لكم عندكم ثلاثه ديال الاختيارات، سواء انك اول حاجه كما كتشوفوا هنايا سواء كتجيب لهم نسخه من الصفحه ديالك، يعني كتحل الحاله المدنيه ديالك، كتاخذ هذيك البلاصه ديالك يعني الصفحه ديالك فين كاينه تصويرتك، هذيك كتمشي دير لها فوتوكوبي
في المكتبه وكتجيب ليهم معاك هذاك الملف او ديك الحاله المدنيه، يعني داك الدفتر العائلي تا هو كتجيبو معاك. يعني كما قلت لكم كتحاول تمشي تحل الحاله المدنيه ديالك، كتحاول تشوف الصفحه ديالك اللي فيها التصوير ديالك والمعلومات ديالك، كتمشي دير لها فوتوكوبي في المكتبه وكتزيد يعني وكتجيب معاك حتى الملف ديال الحاله المدنيه تا هو كتجيبو معاك نهار كتبغي تحط الملف ديالك. هذا هو الاختيار الاول. الاختيار الثاني، الحاله الثانيه، انك كتجيب لهم نسخه كامله من سجل الحاله المدنيه، او ممكن تجيب لهم نسخه من رسم الولاده. يعني انت كتحاول تختار وحده من هادو، ماشي تجيبهم كاملين، حاول غير وحده من هادو واختار اللي ممكن انك تجيبها وهي اللي كتجيب. حنا الاغلبيه كنديو معنا عقد الازدياد، يعني كديو معكم غير عقد الازدياد هو اللي كديو معكم. بالنسبه للناس اللي بعاد، يعني ممكن مثلا هو ساكن في كازا ولكن عقد الازدياد ديالو كاين مثلا في اكادير ولا بعيد عليه، ما يمكنش انه يمشي ديبلاصه حتى لاكادير ويجيبو. راه كتشرحت لكم في هذا الفيديو، راه غتلقاوه في صندوق الوصف لتحت، كيفاش انكم تطلبوا عقد الازدياد غير من السيت او الموقع ديال طلب عقد الازدياد. راه نخلي لكم لتحت تحت هذا الفيديو غتلقاو الفيديو، وممكن انكم تشوفوا كيفاش تاخذوا عقد الازدياد ديالكم عبر الموقع. يعني نهار غتبغيو تدفعوا الملف ديالكم كما قلت لكم تحاولوا تجيبوا شهاده السكنه هي الاولى، تجيبوا 4 تصاور ياك، وتحاولوا تجيبوا 75 درهم بالنسبه للناس اللي قلنا اكثر من 12 عام، وتحاولوا تجيبوا النسخه من عقد الازدياد ديالكم. يعني 4 الحوايج تحاولوا تخشيهم في الملف ديالكم. هادشي اللي شرحنا دابا بالنسبه للطلب البطاقه الوطنيه لاول مره. نمشيو دابا نحاولوا نشوفوا الطلب ديال التجديد، يعني الواحد اللي بغى يدير تجديد البطاقه الوطنيه ديالو. قلنا اما انها سالت ليه، يعني سالت ليه البطاقه الوطنيه ديالو وفات، او انه بغى يبدل المعلومات اللي فيها، العنوان او اي حاجه بغى يبدل فيها، او بالنسبه للناس اللي توترات ليهم هما اللي غنشرح دابا. بالنسبه للناس اللي غيديروا تجديد ديال البطاقه الوطنيه غيحاولوا يجيبوا نفس الوثائق اللي شرحنا قبيله، لكن كاين اختلاف واحد هي بالنسبه لهاد النسخه او عقد الازدياد. هذا غيحاول ما يجيبوش، يعني غيحاول يجيب شهاده السكنه، يجيب 4 تصاور ويجيب الخلاص ديال التامبر، لكن هذه الاخرى ما غيحاولش يجيبها، غيحاول يجيب البطاقه الوطنيه ديالو القديمه. يعني البطاقه الوطنيه القديمه ديالك تحاول تجيبها معاك باش تعطيها لهم. اما بالنسبه اللي ما عندوش البطاقه الوطنيه القديمه، يعني غيكون اما تشفرات ليه او توضرات ليه، راه غيحاول انه يجيب، يعني غيكون دار واحد ديكلاراسيون قبل انه مشى للبوليس وديكلارا ان البطاقه الوطنيه طاحت ليه، وراه كيعطيه واحد الورقه، هذيك الورقه غيحاول انه يجيبها معاه نهار يدفع الملف. وبالنسبه للناس اللي ما داروش الديكلاراسيون، يعني ما مشاوش للبوليس وديكلاراو على البطاقه الوطنيه ديالهم انها توضرات، راه ممكن انه يشد ورقه بيضاء ويكتب فيها تصريح الشرف، اللي كنقول ليه تصريح الشرف، انه كيشد واحد الورقه وكيعمرها بايده. راه ممكن ياخذ يعني نماذج كاينين في، يعني كاينين في جوجل ممكن انه يقلب عليهم، او انه ممكن يمشي للكاتب عمومي يكتب ليه داك التصريح بالشرف، يعني كيكتب فيها امتى طاحت ليه، امتى فين مشات ليه، صافي وكيسينيها وكيقاليزيها في المقاطعه وكيديها لهم. يعني هادو هما الوثائق اللي غيحتاج الناس اللي غيديروا تجديد. غيحتاجوا شهاده السكنه كما قلنا في الاولى، ياخذها اما عند البوليس اللي كان تابع ليهم، ولا ياخذها من عند الجندار، ولا بالنسبه للناس اللي برا المغرب يحاولوا ياخذوها من القنصليه. صافي ويجيب 4 تصاور حتى هو والواجبات ديال التامبر، ويجيب البطاقه الوطنيه ديالو او الورقه ديال الديكلاراسيون. صافي غتحاول تجمع هاد الاوراق كاملين في الملف ديالك وتحاول تاخذ رونديفو. بالنسبه للرونديفو راه غتلقاوني شرحت لكم كيفاش تاخذوه لتحت في صندوق الوصف، غتلقاو الفيديو كيفاش انكم تاخذوا الرونديفو. غتبقى لينا حاجه واحده اللي قلت لكم هي شهاده الاقامه. هذه بزاف كيدوخوا فيها ما كيعرفوش كيفاش انه يطلبوها، نحاولوا نشرحوا كيفاش اننا ناخذوا شهاده الاقامه. يعني بلا ما يدوخك بنادم يقول لك جيب ورقه الماء والضو، جيب عقد الكراء، جيب ورقه الدار، يعني غتبقى تخربق. انت شنو غتحاول دير؟ غتحاول تمشي لاقرب دائره امنيه، سواء البوليس سواء الجندرم، غتمشي عندهم وتحاول تدخل وتسول، تقول لهم انني بغيت نصيب الاقامه، شنو غيخصني؟ وراه هما غيقولوا لك جميع المعلومات اللي غتخصك. وفي غالب الاحيان راه غيقولوا لك سير جيب لنا شهاده السكنه من عند المقدم، حيت كاينه شهاده السكنه ديال المقدم وكاينه شهاده السكنه ديال البوليس. غيقولوا لك سير عند المقدم تاخذ من عنده شهاده السكنه، راه كيصيبها لك، يعني المقدم اللي تابع للحي ديالكم. صافي وكتجيب لهم جوج تصاور. يعني هادشي اللي غتحتاج باش تصيب شهاده السكنه عند البوليس، غيحتاجوا شهاده السكنه ديال المقدم وجوج تصاور، يعني هاد جوج تجيبهم لهم. صافي وغديها لهم، وراه غيسولوك واش خدام، الا كنتي خدام راه غيطلبوا لك الشهاده ديال العمل.
ما كنتيش خدام راه ما غيطلبوا لك والو، كنتي مازال كتقرا راه يقدروا يقولوا لك جيب لينا شهاده مدرسيه. المهم هادشي اللي كيطلبوا لك، يعني الاغلبيه هادشي اللي طلبوا لهم. بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش الحلقات اللي قبل، يحاولوا يدخلوا نور الدين بي دي اف بحال هكا تكتبوها في اليوتيوب، وغتجيو لهنايا في كاينين الدورات، او هنا في البلاي ليست في كاينين الدورات ديالنا كاملين. كاينين الدورة ديال الريد بابل اللي عجبتكم بزاف، كاينه تعلم الربح من اليوتيوب، كيفاش انا نبدا نربح من اليوتيوب من الاول حتى الاخير، كاينه ديال الكريبتو، كاينه ديال فايفر، يعني كاين بزاف ديال الدورات. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش تخليو لينا السبسكرايب و اللايك و دي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونشوفكم في فيديو جاي. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.